لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. السلام عليكم عمي مختار. السيارة هذه رينو كانجو محركة 12-16، غيرت لها منظومة كاملة، كانت عاطلة سنة بحالها، عرفت سيدي، ولعت لقيت الرشاشات متسكرات، البنزين متحلل في الخزان، غسلت الخزان بالكامل، غسلت الرشاشات، فتوكلت على الله، دورت السيارة ما بعدش تعطي، غيرت الشماعي اللي هن البوجيهات، غيرت الشماعي بتاع السيارة، هذا الصوت اللي فيها تمام. هذين اللمبات اللي جوا استاذنا، وهذا شكل الدخان اللي يطلع منها، رائحته بنزين، عرفت، نظفت التنك، نظفت خزان الوقود، نظفته بالكامل، بومباتشي، رشاشات، والله ان شاء الله نقول تصير لها في جو غريب، بعدين شوية مجرد ما تسخن ترعش، تقعد ترعش ما تو، إن شاء الله حنوثق الموضوع هذا بالفيديو. طبعا سيدي شريت السيارة هذه، هي محجز سنة وغيرت لها منظومة كاملة، كان عطلها منظومة واقفة سنة بحالها، عرفت، ولعت تمت تقطع معايا، شن صار، فتحت على الخزان الوقود، لقيت الخزان متحلل، البنزينة بتاعته متحلة وواصلة للرشاشات معسل. كما انت عارف سيدي ان فولعت معايا اللمبات هذينا. وبعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هو عنده سيارة شرها معطلة، يعني شرها راكدة وفيها مشكلة متاع كمبيوتر متاع السيارة والحاجات هذية، واجتهد هو مسكين وجاب كمبيوتر وجاب الحاجات كلها اللي يحتاجها المحرك وشغل المحرك، وقت يشغل المحرك يلقى البنزينة
مش خارجه مزبوط، يعني مش قاعد تدفع مزبوط. حل الخزان مسكين لقاه كله معسل يعني بالبنزين، لان البنزين وقت ترقد تولي تعمل كل العسل، تولي تموت الفائده نتاعها، تموت ما عادش تولي ما عادش عندها فاعليه، الفاعليه نتاعها تموت. فنظف الخزان وغير حتى المدخل يعني الموتور برك الحشوه نتاعها برك، ونظف المخخات، وباقي عندها مشكله نتاع ما عندها الجهد وما ما تمشيش، وعندها مشكله نتاع الصوت. نبدو مشكله الجهد، احنا الجهد اللي هو عندنا احنا السياره الموتور المحرك هذا راهو قوي شوي، يعني مش محرك عادي انه هو باش يعني يحتاج الحشوه، انه يحتاج الحشوه بس نتاع الترومبه. لا، الموتورات هذه راهي قويه، الموتورات هذه قويه شويه ويلزمها ديما ترومبه كامله باش تنحي المشاكل كلها، تنحي الشكل كله. يعني ديما جاني انا واحد انا النهارين عنده مشكله نفس الشيء، هو عنده السياره جهدها ضعيف وكذا، وقال لي انا غيرت عندي الحشوه، غيرتها عندها جي 4 شهور. وقلت له في الاربع شهور هذيك كانت تمشي ممتازه، قال لي كانت تمشي ممتازه، وبعدين لي اضافت. قلت له هذاك حد الموتور هو الحشوه نتاع طرمبه البنزينه، الموتور هذاك اللي داخلها في نقول احنا في المقلد، هذيك الحد المده نتاعو يعني نتاع 5 شهور 6 شهور سنه كان طارت يعني، ويرجع يعني ضعاف، لان مش نفس الكفاءه ومش نفس الكاليتي، مش نفس الجوده يعني، لان هذوك يصنعوهم ستاندر وديما يمشي. وساعات يقول لي هل لقيت فيه 3.5 ضغط، لا لا لا، كل هذا كل ما يمشيش مع الحاله هذه. تو حاليا يلزموا يعني تواصلت معه وقلت له غير طرمبه البنزينه كامله وجرب وشوف. علاش؟ لان طرمبه البنزينه هي المهمه اصلا في السياره، في محرك السياره. وبالنسبه للصوت، الصوت يعني هذا خاطر الموتور كان راقد، لان موتور السياره كان راقد، يعني كانت السياره كلها راقده ويحتاج الى وقت باش يعاود يسترجع لهذوما ينضاف المحرك من داخل بالزيت من جديد. تو بيحاول له هذا كمان يعني بعد مده، يحاول يعمل له زيت جيد، يعني نقول انا 10 40 او 45 باش يعاونه في هذه في التكهات، يعني في البنطريه يقولوا اخوانا الليبيين، في هذه في هذه في السبابات. وتو ينحى الصوت هذاك بطبيعته، حتى وانا بكون قاعد يعني مش مشكله، ما عندش حتى ضرر على المحرك. يعني المهم عنده تو لازم يستعملها، خاطر هو ما استعملهاش، لازم يستعملها يمشي بها بعيد ويجرب باش هكاك المحرك يتسرح وتولي تمشي مليح. وها باش يعني تصديقا لكلامي ان طرمبه البنزين هي سبب المشكل، او عندي فيديو صغير فيه نجرب في السياره كيفاش طرمبه البنزين ضعيفه. انا هذه فيها الدوبلو، فيها موتور اسانس، موتور بنزين، عنده يشكي من مشكل ان هو الموتور ما عندوش جهد. طبعا وقت الاكسيلار هيك من هنا باش تطفي، شفتوها اش تعمل؟ ما عندهاش قوه بكل. هنا فاش نشك انا شخصيا نشك كان في طرمبه الليسونس، طرمبه البنزينه. هاو علاش نشك فيها؟ وقت نعمل هيك شفتوها؟ نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك نعمل هيك. الجو بتعطيني معناتها الامور كلها سليمه، هو كون الليسونس ناقص. كابل الليسونس ناقص ما يحلوش الاكسيلات بكذا. هذا علاش تعمل هذه تعمل هيك ريتو؟ ها شفتها؟ باش تسكت باش تطفى. انما وقت تسيرها بشوي بشوي تعطيك، يبين لك اللي الترومبه الليسونس ضعيفه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.